السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا تقدم التعازي لجميع العائلات التي اصيبت بهذا المصاب الجلل اللي هو زلزال ديال المنطقه ديال الحوز مراكش اكادير وزازات رودانت كاع المناطق التي اصيب اهالينا فيها واللي اثروا فينا كثيرا بليغا، فلا يسعنا الا ان نرفع اكف الضراعه الى العلي القدير ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يعجل الله بشفاء جميع المصابين والمعطوبين من جراء هذه الزلازل. التدخل ديالي اللي غيكون هو كالتالي، انا ما بغيتش ندير شي فيديو الا من بعد ما شفت بعد القنوات التلفزيه ولا حتى بعد القنوات على اليوتيوب ولا في التيك توك اللي تنشروا بعض المرات شي اكاذيب على هاد الزلزال وتتاجروا بالمآسي ديال العائلات المكلومه المغربيه في الوقت اللي خصهم هما يعني يكونوا هما واحد المنبر لتوجيه وكلهم يتضامنوا كشيم ديال المغاربه وما ينشروش شي حاجه اللي هي تضليليه مثلا اللي تدير الهلع في عباد الله. غادي نسوق غير واحد المثال اول الاولاني، هو كاين شي ناس اللي ناشرين ان طريق السيار ديال اكادير راه مقطوعه وطيح حجار ونطقوا هذه والكذوبه. انا راه كنت في اكادير لا يوم زهار تاع الزلزال ولا البارح من بعد نهار تاع الزلزال دزت في الطروط ما كاين حتى شي حاجه، الطريق كلشي مقاد. اللهم الا فين كاين المشاكل كاينين في القرى الصغيره والقرى اللي المشكل اللي عندنا حنا في القرى المغربيه راه ماشي ما كايناش الوسائل ولا ما كاينش حضور القوي ديال الدوله. كاين الحضور القوي ولكن هذيك الطرق هي تقطعات، فهي اولا ماشي كاينش طرق، كاين بعض الفترات مسالك، فهي هاد المسالك تتسد عاده حتى في ايام يعني الايام الممطره ولا في فصل الشتاء، فما بالك دابا هذا واحد رجة ارضيه وقويه يعني طيحت ذوك الاحجار. بعد ما شفت انا في شي مناطق تما في النواحي ديال اكادير الاحجار قطعت ديك الطريق بما دي يصعب حتى على ديك الوسائل ولا ديك الجرافات باش تطلع تمايا. زياده على هذا ان المجتمع المدني حاضر بقوة، الدراري تبارك الله عليهم ديال اكادير ديال تارودانت ديال المناطق كلها يعني التحقوا تقدموا المساعدات لاهالينا في هذيك المناطق اللي ما وصلتهاش المؤونة. ماشي ما وصلت المؤونة يعني الناس راه تخلاو عليهم بتاتا، فخير مثال هما الناس ديال طنجة كاين الدار البيضاء مراكش كلشي الناس المغاربة هادشي ما جديدش عليهم انهم كيتضامنوا في ايام الشده مع البعض ديالهم. وان كان نرجع لنا كاين واحد القناه ديال الجزيره هي يعني دايره التغطيه لجميع المناطق اذا مصابين، ولكن تجيب لنا الخريطه ديال المغرب استفزاز ديالها ان الخريطه ديال المغرب انها مقسومه. ف علاه كتضحك هذه القناه؟ واش تضحك على المآسي ديال المغرب تقول لهم ها انتم هيا هل انا تنستفزكم ديك الخريطه ديال وهذا راه ماشي الوقت ديال هاد الاستفزازات السياسيه بقدر ما ان اذا كانت باغي تنشر شي اخبار ولا تطلب يعني الاغاثه للمجتمع الدولي ولا علما ان المغرب راه تيقول لك المغرب راه قاد مسائل ديالو الا كاين شي دول اللي عنات المساعده ديال المغرب وما خصهاش تطلب ما تتسنى المغرب حتى يطلب منها يعني يقدم طلب ولا يدير طلب خطي باش يقول لهم اجي وعافاكم عاونوني. لا، فالمغرب فحنا دائما تتبعوا الخطوات ديال جلاله الملك نصر الله. يعني تكون شي مشكل في شي دوله لا غد ولا في الليل كيمشيو الطيارات ما كيتسناوش غادي شي واحد يقول لهم اجي وعندي ولا. ف كانت اسبانيا السباقه، كانت انجلترا، كان دول اخرى حتى تونس، رغم هذاك السلوك اللي كان داروا الرئيس ديالهم استقبال ذاك الدوميه. ف يعني الكلمه اللي قال وزير الداخليه وهو يعني
التي ودع هذه الحماية المدنية في المطار كلمة مؤثرة، وهي محات كاع داكشي اللي دارت تونس. يعني حنا ما تنساوش دائما تنعتزوا بهذاك التدخل الخير اللي كدير في الدولة. لأن شكون هي الإخوة تتبان؟ تتبان فوق الشدة. فما تقولش لي رانا أنا درت فعلت وتركت وأنت يعني تتاجر بمآسي الناس. فبحال مثلا الجزائر كانت دير واحد الخطوة كبيرة، ما تسناش المغرب حتى يجيو الطيارة تنزلوا. أسيدي هذا وقت ديال الشدة، حنا جينا نعاون خوتنا المغاربة، والخلافات السياسية نحطوها على جانب، ما نتسناوش. ولا تقول لينا الأجواء، رانا حليت الأجواء، الأجواء كانت بدون على الطيار المغربي، الناس ما بدوش على شي طيار أخرى. فهذيك قناة الجزيرة، فتنتمنى من المغاربة يعني يقاطعوها، ما يتعاملوش معها بتاتا. علاش؟ لأن انت يا دايره مره انا شفت فهمتني مره سيديروا الخريطه ديال المغرب، يعني المناطق اللي فيها زلزال وتيديروا ذاك الخط قاطع عن المغرب. فالمغرب حنا تنعرفوا المغرب، لا المغرب واحد، ما فيش خريطه يعني مبتوره مقسومه على جوج. فكذلك يعني شفت في تي اف ان فرنسيه انهم دايرين واحد الحمله ديال التبرعات، وشفتهم كيهضروا مع جماد بوز يعني اشنو غادي يديروا. فاللي كان بغى يعاون خص يعاون على طريق القنوات المغربيه وقناه ذاك الحساب اللي داروا المغرب، علما ان المغرب ما تيتسناش في دوله اخرى تعطي الا عبر هذاك الحساب. ماشي واحد يتاجر لنا بشي مثلا الصليب الاحمر ولا بشي قناه اخرى يعني ديال جمع التبرعات. فهذا نداء لجميع المغاربه مثلا اللي بغى يعاونوا هاد المناطق النكوبة، يحاولوا يعني يديروا هذاك الرقم حساب ذاك البنكي اللي دارت الحكومة المغربية، فمن خلاله خصهم يحطوا التبرعات ديالهم لا في الداخل ولا في الخارج. ونداء آخر للناس ديال القنوات على اليوتيوب، الله يجازيكم بخير، ماشي هذه وقت باش انا نزيد المشاهدات ولا هنايا بغيتو ديروا التعريف، بغيتو توريو للناس يعني هذيك في يعني الاثار ديال هذاك، ولكن دون الكذب ودون زياده، ودائما اشاده بالدوله المغربيه. فهذيك الدوله المغربيه راه عمرها تخلات على المواطنين ديالها، كما قلت راه المساعدات راه كاينه، هبوط الجيش المغربي بواحد القوه ميدانيا، فالطائرات خدامه، لي زومبيلونس خدامه. حنا تنقولوا كاين شي مناطق اللي يستحيل حتى في الايام العاديه الوصول اليها، فما بالك دابا طاح الحجار وتقطعت هذيك الطرق. يعني اللي الناس اللي كيعرفوا المنطقه ديال السوس، واللي كيعرفوا ديك المناطق الجبليه تارودانت والزازات ايمين تانوت، المناطق يعني كاين شي قرى شي اما في القمه ديال الجبل تلقى دوار هنا ودوار هنا ودوار هنا، فيستحيل الوصول اليه قلت كما قلت في الايام العاديه. دابا الصخرات كل صخره تتلقى شحال من طن في هذيك الصخره كل قطع الطريق، فإلا تزينت على رجليك ما تعاودها لحد. فما بالك تقول لي انا راه خص، ما يمكنش، خاص اما الديناميت ولا شي حاجه باش يتفجروا هذوك الاحجار الكبيره اللي كاينه تما. ف انا تنعاود نقول لها الاخوان اللي عنده اللي المره الناس راه عارفين راسهم اللي في التيك توك ولا في اليوتيوب، حاولوا تحفزوا الناس لهبه المساعده ديال بعضياتهم، ونتحدوا كمغاربه في هذا الوقت ديال الشده دون زياده ودون المتاجره بمآسي الناس. علاش؟ باش نزيد انا المشاهدات، نحاول نكذب ونزور الحقائق، فالحقائق باينه. المغاربة راه ما تحتاجوا لا إشهار، ما تحتاجوا حتى شي حاجة، هما راه قدرت تكون شي يعني حدث ما، تيمشيو يتقداو السلعة ويشدو الصافيطات ويشدو كل شيء ويمشيو لهذيك المناطق الموبوءة ولا المناطق اللي وقع فيها هذاك الزلزال ولا وقعت فيها شي حادثة ما. فعلى المغرب راه عرفنا كاين جوج يعني جوج زلزال ديال 1960 وديال 2004 ديال أكادير،
وديال المنطقه ديال الحسيمه. فالمغاربه الناس ديال الحسيمه حتى هما راه تكتلوا وجمعوا المساعدات وهبطوا. الاطباء الجنديين شي واحد يقول لي راه ما كاينش اطباء، كاينه عده طريقه الولوج كما تنقول، هي اللي المغرب ماشي المغرب ماشي محتاج المواد الغذائيه بقدر ما هو محتاج الفرق المتخصصه بالكلاب المدربه للبحث و يعني اخراج هذيك الجثث من تحت الانقاض. فهذا هو اللي خاص المغرب، وخاصنا كامل نتوحدوا وكنا نتصدوا لاي بان لكم شي عمل ماشي هو هذاك، يعني ذاك دس السم في العسل انتبهوا ليه، خصوصا القنوات الفرنسيه ولا القناه ديال الجزائر. انا هذه باش دير الخريطه هكاك مبصوره شنو هي هذيك، اش تقول المغاربه؟ انا تنعري فيكم انتم ولا راه كاين واحد الفصام ولا كاين واحد هو عميقه ما بين القمه والقاعده راه ما عمرها كانت. فخير دليل ان صاحب الجلاله راه تاع التعليمات ديالو كل شيء القوى كل المؤسسات الدوله هيئات كلها. فالمساعدات ماشي المساعدات ديال دابا ما تتمثل فاش الاغطيه في الخيام في الوسائل اللوجستيكيه باش يوصلوا لهذوك المناطق يعني اللي ربها زلزال واللي تكاس عن اخرها. وهذاك المسجد العريق ديال مسجد تيمن انها يعني الامم المتحده او منظمه اليونسكو خاصهم يشوفوا كيفاش يعاودوا، لانه هو من المآثر العالميه والقديمه باش يترمم. نرجع ان المغرب قدامه واحد يعني واحد التحدي كبير، هو إعادة إعمار هذه المناطق. هذا هو اللي عندنا في المغرب، ما عندناش مشكل الآن، عندنا يعني التغذية تبارك الله، الجمعيات والناس المغاربة الأحرار كل شيء، كل شيء تكتف، كل شيء ضامن، كل شيء عطى الفلوس، كل شيء شراس العمل الأسواق التجارية الكبرى أرسلوها لهذه المناطق. فالحساب اللي درتها الدولة خصنا كلنا نحاولوا نبينوا ان المغاربه كيف عاهدناهم من قديم انهم تيطامنوا باش اولا هذيك القرى نعاودوا نحيوها من جديد ونعاودوا نديروا الاعمار والبناء ديال هذيك المنازل، وتنتمنى تكون بواحد المواصفات اللي هي يعني حنا خدينا درس ديال هذا الزلزال العنيف، فتكون بواحد المواصفات اللي هي مواصفات ضد الزلازل، ولو انها في ديك القرى راه كل شيء ممكن، خاص غير الاراده والاراده القويه ديال المغاربه وديال الحكومه ديالنا. الله يعاوننا كاملين، كل واحد من الموقع ديالو يشجع. وكاين الناس اللي بغى ينشر شي غسيل ما يحاولش ينشروا لنا في هذا الظرف، اللي عنده شي حاجه حسنا كلنا نوجه الجهود ديالنا اولا لاعانه اهالينا واخواننا في هذيك المناطق. شي حاجه اخرى ما كاينه شيء، واللي بغى يدير شي حاجه يمشي بعد علينا الاتساع. فاحنا الهم ديالنا الان هو اخراج هذيك المناطق و يعني والوصول اليها بالمؤن بالفرق الطبيه. كما قلت المغرب راه المساعدات اللي غتجي من الدول هو ما خصناش، حنا ما بغيناش الاغطيه، ما بغيناش بغينا يعني قوات نظاميه، قوات اللي عندها تخصص في بالكلاب المدربه في اخراج هذه الجثث. واخيرا فليس عني إلا أن أقول رحم الله الشهداء المغاربة وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ولنتحد جميعا في إعانة إخواننا، ونتصدى كذلك للمتاجرين والمتلاعبين بأرواح المغاربة، ونتصدى للأكاذيب
وما نحاولوش اي حاجه شفناها نطيقوها. فهذاك الطريق اللي دايرين هذيك راه ماشي المغرب. فحاولنا نشوفوا الصوره تنشوف يعني واحد اللباس تقريبا في شي اسيا ولا في بلاصه هذيك التصويره. كما قلت انا درت واحد لحت واحد يعني الشورت واحد فيديو من فيديو قصيره درت على ديك القناه ذاك النفق ديال اكادير وريت ما درت البارح صباحا عمينا راه طريق سالي كما كاين حتى شي حاجه فما تيكونش من الاشياء يعني هذيك راه ذاك الهلع هذيك الصور الكاذبه ولا هذيك الفيديوهات المبركه ولا هذيك القنوات الفرنسيه التي تحاول اش تقول لك هنايا راه هاد البراطيق يعني الموضوعه راه الدوله ما وصلتهاش وما عندهمش الماء ما عندهمش هيت باش تقول لك راه ان يعني تتاجج ولا بغات دير واحد هو ما بين القمه والقاعده وهذا ما كنوصلوش ليه وحنا نعلموا الخوت الفرنسي فما بالك في الايام العاديه فما بالك هو يلعبوا وفي المآسي ولا مأساة ديال المغاربة اللي تمريري بعد المشاهد لإظهار أن كاين مناطق أن الدولة هي تخلات على هذيك المناطق فما كاين شيء هذا الشيء. حضور المجتمع المدني حضور قوي جدا 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 في حنا تيجيو كما قلت المسالك تمايا ما يمكنش تدوز فيها تيجيو الصافيطات تيجيو الكاميوات ديال المؤن تتحط في الطريق دونك باش توصل لهذيك المناطق المجتمع المدني ولا المتطوعين هما كيهزوا هذاك الشيء ويطلعوا حتى العشمة اما بالدواب او لا كيهملوا عيب بيديهم كما قلت راه كاين شي بلايص راه ما يمكنش تدوز فيهم حتى الدابة لا تزيد انت على رجليك ما تعاودها الحد فهنايا شنو التدخل ما شنو التدخل ضروري يكون الانسان حاضر اللي غادي يقدم المساعدات ولو ان الطائره جيت له حلم شكون اللي غادي يديرها كاين اللي تيشوف باه ولا مو ولا ولادو تحت الانقاض خاص اللي يعصقو فهذا هو اللي محتاجين ليه وما محتاجين شيء حنايا اللي يقول لنا راه بلادنا ما خداماش لا حكومتنا ملكا وشعبا وحكومة كلهم تتآزر فيما بينهم في أيام الشدة وأيام الرخاء فتا واحد ما يجي يعطينا الدروس على الوطنية وتا شي واحد ما يجي يعطينا الدروس على مدى تلاحمنا حول جلالة ملك نصر الله فملكنا وبلادنا خط أحمر واللي يبغى شي بلاصة يمشي يتفرقع عليه يبعد منا حنايا وما يتاجرش بالمآسي ديال المغاربه فاي بان لكم شي فيديو او شي لا في تيك توك لا في انستغرام ولا في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي فماشي هو الخبر اليقين فتحروا الدقه وتحروا مصدر ديال الخبر فالمغاربه راهم طورين المغاربه راهم اذكياء راه ما يمكنش دوزها عليهم ف انا مجرد ما شفت هذاك يعني انا تنتابع القنوات راه ما مي كنت في اكادير وحضرت الزلزال تمايا الناس خرجوا للشارع واحد الطريقه حضاريه فرشين في الشارع ما كاينش لا اكيد لا كاين شويه الخوف ولكن الناس جالسين والتضامن ما بين الناس اللي جالسين هذا كي طيب اتاي هذا حلوه هذا والناس تدوزوا هذيك الايام والصباح تترجع الامور المسار ديالها طبيعي وتستمر الحياة فما كما قلت التحدي عندنا حنا كمغاربة ولا كحكومة كاملة هو إعادة بناء وإعمار هذه المناطق اللي صابها هذا الدمار وهذاك الخراب من جراء هذه الهزة الأرضية لأنها كانت قوية وقوية جدا على المغاربة فتتمنى الله سبحانه وتعالى يحد الباس من هذه حالات المآسي وحفظ الله ملكنا وحكومتنا وشعبنا
شعبنا وبلادنا من كل مكروه وشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.